برحب بحضراتكم وهنبدأ بافتتاح السيد الرئيس اليوم لقاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب الساحل الشمالي الغربي لمصر. وفور وصول السيد الرئيس عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. حضر مراسم الافتتاح عدد من ضيوف مصر من العرب والأجانب، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى جانب كبار رجال الدولة، ويتقدمهم رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي. خلينا مع حضراتكم ناخد مداخلة ونتكلم أكتر عن هذا الافتتاح. معانا سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا، مساء الخير يا فندم. برحب بحضرتك، وكيف شاهدت هذا الافتتاح اليوم لقاعده 3 من اول الاسم، يعني من اول 3 يوليو، وحضرتك شايف الاسم ازاي للقاعده؟ 3 يوليو هو ده اليوم اللي الجيش المصري لبى نداء الشعب المصري، هو ده الجيش المصري اللي من ايام عرابي لما الشعب المصري استجار بيه وقف ضد الحاكم نفسه وحمى شعبه، هو ده اللي قام بثورة 23 يوليو، هو ده اللي عبر القناة يوم 6 أكتوبر. وعايز أقول إن الشعب هو المحرك الرئيسي في كل ده عشان ما ننكرش فضله طبعا. يعني إذا كانت 30 يونيو هي اللي حركت 3 يوليو، فأنا 30 يونيو بتفكرنا بيوم 9 و10 يونيو 67 لما مصر ضاعت تماما، ما قومهاش غير الشعب، يعني ما كانش فيها قائد، ما كانش فيها جيش، ما كانش فيها حد، الشعب اللي قام انتفض وهو اللي رجع القائد الأعلى، هو اللي رجع عبد الناصر، هو اللي رجع الجيش، هو اللي أنهى الحارب. يوم 30 يونيو 2013 الشعب هو اللي انتفض يدافع عن حريته وعن إرادته، عن هويته، وما كان أمام الجيش إلا أن يلبي نداء الشعب ويلبي أمر الشعب ويقف في المقدمة قدامه، لأن دي وظيفته أن يحمي هذا الشعب ويحمي هذا التراب الوطني. أنا عندي شعب عنده فكرة الشعور بالخطر قوي جدا، يجيد الشعور بالخطر، يجيد الإرادة، يمتلك إرادته، لا يقبل أن تفرض عليه أي إرادة خارجية، مش يستشعر بالخطر. شعب ذو كرامة، دم دول الشعب اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم لما قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، امنين بهذا الشعب، ودي امانة، ده مسؤوليتنا قدام ربنا ان هذا الوطن يظل امنا. سيادة اللواء، اختيار مكان قاعدة 3 يوليو كيف تراه وهو على الساحل الشمالي ونحن الان في توتر في المنطقة في الساحل الشمالي؟ تمام، يعني انا دلوقتي ببني القوات المسلحة على اساس ايه حجم التهديد، ايه العدائيات اللي ممكن تعتدي عليا وتهدد امن القومي، وبناء عليها ببني قواتي المسلحه بحيث انها تبقى قادره على دحر اي عدوان وحمايه امني القومي. ايضا عند توزيع القوات استراتيجيا على الاتجاهات الاستراتيجيه، انا عندي 4 اتجاهات استراتيجيه، شمال، جنوب، شرق، غرب. كنا زمان من يوم ما اتولدنا ما فيش اتجاه مهدد غير الشمال الشرقي، النهاردة أنا عندي 4 اتجاهات مهددة، فأنا لما باجي أوزع قواتي استراتيجيا على الاتجاهات دي، كل اتجاه طبقا للحجم المتوقع من التهديد، حسابات بالمعلومات بتتحسب، حجم العدائيات اللي ممكن تواجهني ايه، نوعيتها ايه، محتاج قوات قد ايه، ومحتاج نوعية هذه القوات قد ايه، وبناء عليه بنحط ونمركز هذه القوات في قواعد ثابتة، ما هي إلا مناطق إيواء، مناطق تمركز، مناطق انطلاق لمواجهة أي عدائيات قبل أن تصل إلى حدودنا. فالنهاردة لما بعمل قاعدة 3 يوليو النهاردة في المسافة بين مرسى مطروح وبين السلوم، أنا بأمن الاتجاه الاستراتيجي الغربي والاتجاه الاستراتيجي الشمالي في توقيت واحد بهذا الحجم من القوات البحرية القادرة على مواجهة أي عدائيات من اتجاه البحر. ده رقم واحد. رقم اثنين،
هذه القاعدة في حضن تجميع تعبوي جيش ميداني قوي اللي هو قيادة المنطقة العسكرية الغربية، أيضا قيادة المنطقة العسكرية أو المنطقة الجوية الغربية، عدد من المطارات والقواعد الجوية بتؤمن هذا الاتجاه أيضا الغرب والشمال. إذن نحن نعيد تمركز قواتنا طبقا للتهديد وطبقا للعدائيات. كل الشكر سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، بشكرك يا فندم على هذه المداخلة الهامة. أيضا السيد الرئيس وقع على وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو اليوم، واللي أثناء التوقيع أطلقت المدفعية 21 طلقة تزامنا مع دخولهم للخدمة البحرية المصرية. خلينا مع حضراتكم نطلع نشاهد الفيديو ونرجع نكمل معاكم. مساء الخير. يتفضل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوقيع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية ورفع العلم عليها. يقوم الآن السيد الرئيس بتوقيع الوثيقة. سلام العرب، سلام سلام. وتزامنا مع رفع العلم تقوم المدافع بإطلاق 21 طلقة. أنقل لحضراتكم ما جاء في نص الوثيقة اللي كلنا بنفخر بها. أنا سعيدة بكل حرف تقريبا اتكتب. دايما السيد الرئيس كده بيحاول يوصل لنا معاني إنسانية كمان. يمكن بدأت الوثيقة باسم الشعب المصري العظيم، يعني شيء من
تمجيد دور الشعب المصري اللي ما بيغفلوش أبدا السيد الرئيس، وجاء نص الوثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه تعزيز القوى الشاملة للدولة وتعظيم القدرات المصرية في كافة المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها القوات المسلحة ودورها في حماية مقدرات الدولة، واستكمالا لمسيرة تعزيز ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى نعلن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوبة لتمثيل إضافة جديدة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي في نطاق الأسطول الشمالي، وتخص بتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية وتأمين خطوات المواصلات البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي. واختتمت الوثيقة: حفظ الله مصر وحفظ الله شعب مصر، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. حررت هذه الوثيقة برئاسة الجمهورية 3/7/2021. تحيا مصر ألف مرة برئيسها، بجيشها، بمواطنيها، اللي لولا أنتم ما كنا اليوم أمام هذا التقدم على المستوى العسكري ولا الاقتصادي ولا الاستقرار اللي احنا فيه، لأن المواطن المصري هو الأساس في كل ما نحن عليه اليوم. عايز أقول لكم مشاركة يعني الوفود العربية اللي كانت أو الوفود اللي كانت موجودة، حرصهم على وجود أبنائهم وأحفادهم ده يدل على قد إيه هم بيشوفوا حاجة شرف وفخر العرب كله، على أنغام الوطن الأكبر. كانت كل تقريب عزف الموسيقى العسكرية أنغام الوطن الأكبر، لأن دايما السيد الرئيس بيقول إن كل قوة مصرية هي أيضا للعرب مش لمصر بس. تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات المناورة قادر 21 من قاعدة 3. خلينا نشوف جزء من هذه المناورة ونرجع نكمل مع حضرتكم أخبارنا. قامت جماعة الإرهابية بالاستيلاء على ميناء ذي أهمية خاصة. قرأت القيادة العامة للقوات المسلحة قيام الأثر الرئاسية للقوات الخاصة بتنفيذ عمليات بمهمة القضاء على العناصر المعادية لإعادة السيطرة على الميناء. وعلى يمين نقطة المشاهدة يتقدم تشكيل جوي بكل إطراف من طائرات متعدد المهام F-16 لتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمراكز القيادة والسيطرة ومنطقة العمليات. ورد بلاغ اكتشاف سفينة مشتبه بها غير مساعة تقوم بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية. صدرت الأوامر لاقتحام السفينة بواسطة القوات الخاصة بتنفيذ اقتحام رأسي وأفقي على السفينة المتواجدة في اتجاه الساعة 10. ويقوم وفد بقوة وفد الطائرات متعدد المهام وفاعل بمهمة تنفيذ المجال الجوي واحتلال مسلح جوية لتأمين منطقة العمل. يتقدم تشكيل مكون من اللمشات القتالية محمل بعناصر القوات الخاصة لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بالأسلحة المختلفة. وفي اتجاه الساعة 11 يظهر تشكيل جوي مكون من هيلي 24 وهيلي كوماندو محملة بعناصر من القوات الخاصة البحرية لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفينة المشتبه بها. تشكيل جوي بقوة رب من طائرات متعدد المهام لمراكز القيادة والسيطرة. وفي اتجاه الساعة 10 نشاهد جماعة الاقتحام الأفقي بل تحملها على اللنشات القتالية. وفي اتجاه الساعة 11 تقترب الهيلي 24 والهيلي كوماندو لتنفيذ الإسقاط الرأسي لقوة الاقتحام من عناصر القوات الخاصة البحرية. وفي اتجاه الساعة 10 نشاهد وصول اللنشات إلى المدى المؤثر للتسليح والاستعداد للاشتباك مع الأهداف المعادية بالأسلحة المختلفة.
اللي جوه الميليسين هي اباتشي، الدرون هي اللي شيلوه، الدرون هي اللي كاملها. مشاهد اللي شاف وصلت الى المدى المؤثر واشتركت مع الاهداف المعاديه بالاسلحه المختلفه. لتقديم الاهداف المعاديه وامام نقطه المشاهده تقوم الهيلي شيروك بانزال العائلات وجماعات الضفادع البشريه، وتقوم الهيلي المسلح كاميرا فاتشي بتقديم الحمايه للهيلي شيروك اثناء تنفيذ عمليه الاسلاك لجماعات الضفادع البشريه، وذلك بالقضاء على جميع العدائيات المنطقه. وفي اتجاه الساعه 11 يتم تنفيذ عمليه الاسقاط الراسي. وفي اتجاه الساعة الثانية نشاهد تشكيل جوي بقوة قسم من طائرات متعدد المهام يراجع فيه. رجال القوات المسلحة المصرية يدركون جيدا طبيعة مهامهم في الحفاظ على هيبة وكرامة هذه الأمة، ويقولون لشعبهم إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها. ده يمكن اللي أنا يعني ده كانت جزء من كلمة العقيد ياسر وهبة مقدم حفل اليوم أمام الرئيس وضيوفه، لكن اللي خلاني رجعت له إن أنا المناورات اللي حضراتكم شفتوها دي بتقيس قدرة القوات المسلحة، بتوريني قد إيه أنا ممكن يبقى عندي العدة والعتاد وعندي قاعدة عسكرية كبيرة جدا، لكن الأهم في كل ده الكوادر البشرية، الجندي المصري وهم خير أجناد الأرض، وإزاي قدرتهم القتالية. فكرة أن يبقى عندي مناورة زي كده وتذاع على الهواء، ده ثقة في قدرة قواتي، ثقة في قدرة جيشي، ثقة في قدرة أبناء مصر اللي بيعبروا عن قوتنا قدام العالم كله. إنك تذيع ده على الهواء ده مش بالسهل أبدا، لازم تبقوا عارفين ان كل ده بتحسب له 1000 حسبه قبل كده. الغلطه على الهواء يمكن ما احناش عسكريين، لكن اكيد واللي انا متاكده منه العديد من العسكريين والمختصين بيتابعوا كل حرف من الحروف اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي على الهواء. فكره ان يبقى عندي مناورات ده شيء مهم جدا لقياس قدره العسكري والضابط المصري، وده مهم جدا. انا ممكن اجيب اهم الادوات لكن ما يبقاش عندي القدرات. خلينا اكمل مع حضراتكم عن العميد ياسر وهبة واللي يشيد ببعض أبيات شعره النهاردة لحافظ إبراهيم عن مصر. وجه العميد ياسر وهبة مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية منطقة جرجوبة اليوم رسالة للأطراف التي تفكر في معاداة مصر خلال فعالياتها الافتتاح اليوم السبت. ألقى وهبة كلماته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: سيادة الرئيس، أن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها، وتعي مصر جيدا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وسعي مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام. خلينا نطلع نشوف جزء من كلمة السيد العقيد ياسر وهبة. إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها، وتعي مصر جيدا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وسعي مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام. فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله. ودروس التاريخ تؤكد للقاسي والداني أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبداً أن تفرط في حق من حقوقها. ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع أمتها العربية رأسها إلى عنان السماء، وكما يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي،
كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي. أمن العدل أنهم يريدون الماء صفوا وأن يقدر وردي؟ لا والله لن يقدر وردي. تقريبا دي أول مرة يتم فيها يعني التعقيب على كلمة العقيد ياسر وهبة بالتصفيق، لأن ده تقريبا ما يريد أن يقوله كل المصريين. تحية لي على اختياره للمفردات، تحية لي على الأداء اللي تقريبا أنا كنت أشعر بالحرب في نبرات صوته الموجهة جدا ومحددة جدا. فإحنا بنشكر العقيد ياسر وهبة على هذا الأداء، لأن بالفعل هو عبر عن كل ما يريد أن يقوله المصريين، وده اللي شفناه من الحضور بأن هم بادروه بالتصفيق، وده ما بيحصلش في المواقف دي كتير أنه هو يقول حاجة هم يعقبوا عليه بالتسقيف. وحتى السيد الرئيس سقف يعني امتنانا لهذه الكلمات. اللي عايز أقوله لحضراتكم بالحرف، بالكلمة، باختيار الموسيقى، باختيار الضيوف، كل هذه رسائل ودلالات هامة جدا علينا قراءتها. يعني لا والله لن يقدر وردي دي كررها، دي من عنده التكرار، مش في الشعر يعني. خلينا أنتجت هيئة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة أيضا فيلما تسجيليا بعنوان سادة البحر، تناولت خلاله تطوير المنظومة التسليحية بالقوات البحرية للحفاظ على الأمن القومي المصري. كما تناول الفيلم القواعد العسكرية التي تم إنشائها بالإضافة إلى الوحدات الجديدة التي تم إدخالها للعمل في القوات البحرية المصرية. خلينا نطلع مع حضراتكم نشوف فيلم القوات المسلحة والشؤون المعنوية ونرجع لحضراتكم تاني. هكذا توالى بناء قواعد مجدنا العسكرية، وآن الأوان لكي تكتمل بإضافة قاعدة جديدة، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب. إحدى أهم نقاط الارتكاز لإنجاز المهام القتالية للأسطول الشمالي المصري لمجابهة التحديات الأمنية وحماية ثروات مصر الطبيعية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط. نطاق هائل يمتد على مساحة تفوق 10 ملايين متر مربع، موقع جغرافي فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية، ونقطة انطلاق هي الأكثر قرباً لدرء أي مخاطر محتملة من اتجاه البحر الأبيض المتوسط. قاعدة عسكرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية. وهكذا تنوعت مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل 74 منشأة، وتضم العديد من الوحدات القتالية ومركزا للعمليات وآخر للتدريبات المشتركة. هذا بالإضافة إلى مهبط للطائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وسبعة ميادين للتدريب، فضلا عن رصيف حربي بطول 1000 متر وعمق 14 مترا، وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا. كما تضم القاعدة برجا لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا، وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترا، وثلاث عمارات سكنية وميس للضباط، وخمسة مباني للإعاشة، وفندق بمسطح 6300 متر مربع يحوي 117 غرفة وجناحا. قاعة مؤتمرات تتسع ل700 زائر. منشآت رياضية تضم حمام سباحة أولمبي مدرج لنحو 200 فرد. صالة سكواش. صالة رياضية مغطاة. وأخرى للجيم.
ومسرح مكشوف يسع 600 فرد ومبنى خدمات وميس مجمع يتسع لأكثر من 1000 فرد. تتنوع منشآت القاعدة لتضم نقطة طبية، كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تلفزيونية، بالإضافة إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة. نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية وثرواتها بالبحر الأبيض المتوسط. واليوم يتوج العطاء برفع العلم المصري شامخاً على 47 قطعة بحرية، إذاناً بدخولها الخدمة في قواتنا البحرية. دفاع هو الأمثل عن أمن مصر برا وبحرا. وجوا. قاعدة 3 يوليو البحرية، سادة البحار. سادة البحار وسادة الجو وسادة الأرض، المصريين عندما يريدوا يفعلون، وده اللي احنا تعودناه دايما. يمكن اللي شفناه النهاردة الافتتاح اللي كان يمكن ساعتين أو أقل من هذا، التعب عليه ناس كثيرة جدا عشان نشوفه. عايز أقول لحضراتكم في ناس بقالها شهور موجودة في المواقع دي ما غادرتهاش نهائي علشان نوصل لأفضل شكل يليق بمصر وبالمصريين. تحية لكل رجالنا ورجال قواتنا المسلحة اللي ما بيبذلوا كل جهدهم علشان بلدنا تفضل في المقدمة. عايز أقول لكم مفيش حد فيهم بيقول أجازة، مفيش حد فيهم بيقول أنا مشوفتش بيتي، مفيش حد بيقول أنا معرفش حاجة عن ولادي، أنا محتاجة استريح. الكلمات دي مش في قاموس رجال قواتنا المسلحة، بالعكس منهم اللي بقاله شهور فعلا ما رجعش بيته، معرفش عنهم حاجة. تفاصيل كتيرة جدا عشان نشوف الفيلم اللي كام دقيقة أو نشوف الافتتاح النهاردة اللي كان أقل من ساعتين تقريبا. يعني تحية لكل رجال قواتنا المسلحة اللي دايما فخر مصر، اللي حاموا مصر في 3 يوليو 2013، وكمان النهاردة خلوا العالم كله بيفخر بمصر وبيتكلم عنها. زي ما النهاردة كتب على تويتر، غرد على تويتر محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، كتب على صفحته تدوينة بيقول فيها: سعدت بحضور الافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية في منطقة جرجوب. مصر قيادة أخي عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية. كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية. عايز أقول ده مش جديد على آل زايد، مش جديد على الإمارات. الإمارات من أيام الشيخ زايد النهيان الله يرحمه وهي على علاقة جيدة بمصر وشعب مصر، ويمكن ده اللي شفناه أثناء الافتتاح، إن هو جايب الأحفاد معاه، الأمير محمد بن زايد جايب الأمير، جايب أولاده وأحفاده معاه علشان يشهدوا هذا الحدث العظيم، عشان يرسخ فيهم حب مصر زي ما والدهم رسخ فيهم حب مصر. هم كمان بيسعوا لهذا العلاقة المتينة بين الأجداد وبين المصريين، عايز أقول بين الأحفاد وبين المصريين. عايز أقول لحضراتكم الفترة اللي فاتت كان فيه كتير قوي كلام على ضرب العلاقات ما بين مصر والإمارات، كتير قوي عايزين يخلوا مصر وحدها. فكرة أن مصر الآن على وفاق مع جميع الدول العربية عامل شلل للكارهين مصر واللي عايزينها تتراجع، لكن فعلا مصر حريصة على علاقتها العربية. زي ما قلنا النهاردة الوطن الأكبر كان هو النشيد الغالب. أما عن وسائل الإعلام العالمية اللي تناولت الموضوع، وممكن ناخد فيها السكاي نيوز الإخبارية عن متحدث باسم رئاسة الجمهورية وقالوا القول أن قاعدة 3 يوليو تختص بتأمين البلاد في اتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي وصون مقدراتها الاقتصادية. كمان عن وكالة الأنباء الإماراتية فتصدر خبر افتتاح القاعدة 3 يوليو، قالوا مبرزين تهنئة الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي أخاه الرئيس السيسي بمناسبة تدشين
القاعدة. وفي حين تناقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية نبأ افتتاح الرئيس قاعدة 3 يوليو، واسم القاعدة الجديد يعود إلى تاريخ مرتبط بالقضاء على بواعث الإرهاب والبغيض وانطلاق نحو التنمية والتقدم، ومنها الاهتمام الملموس بالبحر بعد ثورة 30 يوليو. أنا شايفة أن العنوان ده كان من أهم العناوين. في كمان عندنا قناة الغد ونقلت خلال عن قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد اللي كان ليه كلمة عظيمة اليوم، اليوم تنضم إلى سلسلة الإنجازات المحققة أكبر قاعدة بحرية مصرية. خلينا مع حضراتكم نستقبل على الهاتف دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام جامعة بنها. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذ ألفت. مساء الخير سعيد عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أنا سعيدة بوجود حضرتك معنا اليوم، وكيف شاهدت هذا الحدث وكل هذا الاهتمام من وسائل الإعلام العالمية بعين محلل إعلامي؟ طبعا تابعنا كلنا اليوم افتتاح تلك القاعدة الهامة جدا، وكان يوم من أيام الفخر المصري. الشعب المصري يجب أن يفتخر اليوم بافتتاح كلتا القاعدة، ونتحدث عن قاعدة 3 يوليو البحرية. ويمكن التسمية مرتبطة بتاريخ هام جدا في تاريخ الدولة المصرية، فإذا كان 30 يونيو كان يوم القرار المصري، فإن 3 يوليو كان يوم الخلاص. وبالتالي كانت هذه التسمية لتلك القاعدة. تلك القاعدة هي استكمال لمسيرة تعزيز الدولة المصرية لركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. تلك القاعدة تنضم إلى أو تقع في نطاق الأسطول الشمالي، تختص بتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي. ويمكن أنا بقرأ لحضرتك نص وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بتوقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رأينا اليوم العديد من دكتور حسام، ما كناش بنشوف الحاجات دي، يعني ما كناش بنشوف وثيقة افتتاح، ما كناش في كده حالة احترام للشعب ان يكون معاك في كل خطوة حتى توقيع وثيقة، برغم ان كان قبل كده يقولك ده مش من هم الناس، انا اروح الراجل يطلع يتصور زي الفل ويفتتح ويرجع، لكن فكرة ان تنقل وثيقة وتذاع وبعد كده تنشر على صفحة المتحدث ليرى الناس ما تحتويه الوثيقة، ده احترام للمواطن المصري، دي طريقة جديدة للتعامل السياسي مختلف، ولا ايه رأي حضرتك دكتور حسام؟ أستاذة ألفت، نحن الآن في دولة حقيقية، نحن في دولة قادرة. ما تنسيش أن احنا حاليا بنشهد الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، وبالتالي من ضمن مقومات، وأنا أرى أنه من أهم مقومات الجمهورية الجديدة للدولة المصرية أنها جمهورية الشعب المصري. صحيح. الشعب المصري هو الأساس، الشعب المصري هو الداعم الرئيسي للدولة المصرية والقيادة المصرية في كل التحركات والقرارات المصيرية. وبالتالي كان الافتتاح الرائع اليوم. وسائل الإعلام المصرية طبعا في الداخل حضرتك معايا جدا يا فندم، اتفضل. انا بس سايبة المساحة لحضرتك. وسائل الإعلام المصرية في الداخل والعربية والعالمية نقلت اليوم افتتاح تلك القاعدة الهامة جدا، وأشارت إلى سبب التسمية اللي كنت بتحدث لحضرتك عليه، وأشارت إلى وجود القادة في مصر لافتتاح تلك القاعدة. ويمكن هناك أبعاد أخرى لوجود القادة العرب في طبعا افتتاح تلك القاعدة، لأنه العنوان الرئيسي هو أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. استخدام موسيقى الوطن العربي، يعني الوطن نعم الأكبر نعم، هي اللي كانت في الخلفية، وجود الأحفاد هنا، أن العلاقات ستظل، يعني وجود أحفاد الآل زايد موجودين، حضرتك دي كلها رسائل، رسائل هامة جدا. وتلك الرسائل قد وصلت بالفعل إلى كل أصحابها وكل المعنيين بها في الداخل والخارج، سواء في المنطقة العربية أو سواء في مناطق أخرى نعلمها جيدا. كانت هناك كلمات في منتهى القوة تم صياغتها بلغة إعلامية حقيقي دقيقة جدا من العميد ياسر وهبة، عندما قال أننا لسنا دعاة حرب، لكن إذا فرض علينا القتال فنحن أهله. نعم. التصريح الآخر، إن لم نكن قادرين، يتحدث عن القوات المسلحة المصرية، إن لم نكن قادرين على حفظ كرامة ومقدرات الأمة نتفل، فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها. التصريح اللي أنا أراه برضو تصريح الهام جدا، أنه رياح جيش مصر رياح رشيدة
لكنها تتحول إلى أعاصير دفاعا عن الأمن القومي. نتحدث هنا عن الأمن القومي المصري وعن الأمن القومي العربي. ويمكن هذكر حضرتك بتصريحات كانت هامة جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وضع فيها الخط الأحمر للتعامل مع القضية الليبية، وذكر فيها أيضا أن جيش مصر هو جيش قوي، جيش مصر جيش يحمي ولا يعتدي، جيش لا يهدد أحد، جيش رشيد. وبالتالي الدبلوماسية المصرية والخطاب السياسي والإعلامي للقيادة المصرية هناك حالة من التناغم، هناك صياغة دبلوماسية على أعلى مستوى. ونعلم أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات في المنطقة وفي العالم، ومن ثم تلك احنا في مرحلة جديدة على كل المستويات، على مستوى السياسي، على مستوى الدبلوماسية، على مستوى العسكري، على مستوى الاقتصادي. نحن في طفرة مصرية جديدة تليق بتاريخ 3 يوليو اللي اجتمع فيه حبايب مصر، واللي يمكن بعدها حصلت فلترة، اللي منهم فعلا مصري صميم كمل، اللي مش مصري صميم وقع في الحزبة. بشكرك جدا دكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام جامعة بنها. أما عن نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية واللي هنى السيد الرئيس والجيش والشعب المصري بافتتاح القاعدة، خلينا نسمع ونشوف قال إيه. نهني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريتنا المباركة، ونهني قواتنا المسلحة الدرع الواقي لوطننا الغالي، ونهني الشعب المصري الأصيل بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في الذكرى الغالية لاسترداد الوطن من من خطفوه واغتصبوه. فيا سيادة الرئيس، لقد عملتم وتعملون بكل إخلاص وتفاني طول السنوات الماضية، وتحملتم على عاتقكم مسؤولية ضخمة ووقت صعب للغاية، وواجهتم مخططات ومؤامرات من الداخل والخارج، وبنعمة الله وفضله عبرتم بالوطن لبر الأمان، وأنجزتم إصلاحات اقتصادية لرفع الوطن لتحقيق التنمية الشاملة. وفي هذا اليوم التاريخي، وكما كان الشعب رجالا ونساء واقفين خلف قيادتكم الحكيمة في مواجهة ما يحاك لها، نعدكم سنظل واقفين خلفكم للحفاظ على مصرنا الغالية لتحتل المكانة الرائدة في الشرق والعالم. حفظ الله مصر وصانها من كل شر وسوء. هذه كانت تغريدة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية في تهنئة السيد الرئيس والجيش والشعب المصري بافتتاح قاعدة 3 يوليو. كما هنى أيضا فضيلة المفتي السيد الرئيس بافتتاح القاعدة، وقال في تدوينته: توجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة للدور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التهاني وأصدقها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية اليوم السبت. وقال المفتي في بيانه اليوم: أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي وإلى قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، وإلى الشعب المصري بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية وفي هذه الذكرى الغالية لاسترداد الوطن من أيدي الجماعات والتيارات الإرهابية المتطرفة. يا رب دايما كده خلينا فاكرين اليوم العظيم اللي هو يوم 3 يوليو القديم اللي كان فيه قدسة البابا، شيخ الأزهر، المفتي، قيادات الأحزاب، قيادات الوطنية، كل من المفروض كان مصر في قلبه. الوقت فعلا اللي فاضل على الساحة اللي كانوا فعلا عايلين هم مصر، اللي كانوا فعلا خايفين على الهوية المصرية اللي كانت بتضيع مننا يوم ورا يوم، اللي كنا بجد بدأنا نتغرب عن نفسنا لولا الأمناء من شعب مصر اللي كان موجود معنا. يعني خليني عندي دردشة، يعني خليني أخدها دردشة أكتر ما أنا هقرأ. 3 يوليو عام 2013 لم يكن يوما عاديا في حياة الشعب المصري، بل كان بمثابة نقطة فارقة في تاريخ الوطن، بل منطقة الشرق الأوسط بأسره، والذي كتب شهادة وفاة الجماعات الإرهابية عندما انتفض ملايين جميع أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه إلى الشوارع والميادين بكافة المحافظات في 30 يونيو رافضين ممارسات حكم المرشد الذي استمر لمدة عام واحد فقط وكاد أن يؤدي بمصر إلى حافة الهوية. خلينا نطلع مع حضراتكم نشوف الفيديو ونرجع ناخد مداخلة هامة معنا. لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب
الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيساً جديداً. لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً. مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دماء الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل القوة والحسم ضد أي خروج عن السلمية وطبقاً للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية. توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.